تعرف هو كل احساس كي تبدا قلق وفادد ومعينك مش تعمل حتى شيء. جمعتين التالي بركه يو ور برودكتيف مش نورمال، اما جاتك توا بيريود ما عاد عندك حتى موتيفاسيون، ما عينكش باش تخدم، all you want to do is chill, watch TV، شد التليفون بالفرج ما تعمل في شيء. كانك في السيتواسيون هذه توا صدقني حسبيك علاش خاطر I was there like a week ago. اما there is a way to get out of it. But how? هذاك علاش باش نحكيو اليوم. But first the intro. سلام شعب البلوبس، سارة ناجي AKA بلوب at your service. ليش يعني ما تعرفنيش؟ I'm a marketing student at John Molson Business School في مونتريال. I love learning. وعملت a channel هذي to help you become a better learner. If you're interested in this topic, don't forget to subscribe. What's a rut? A mental state وين تحس روحك stuck. ما تنجم تعمل حتى شيء. ما عندكش purpose وماكش قادر انك تعطي روحك motivation باش تعمل اي حاجة. والحكاية هذي تنجم تقعد نهارات كيما تنجم تقعد جمعة جمعتين لحتى شهر. انا بيرسونيل ما قعدت اكثر من شهر. اما فما حاجة لازمني نوضحها قبل. فما difference كبيرة ما بين a mental rut and a depression. كان النصائح متاعي عاونوك perfect، كان تحس السيمتمز متاعك مازالوا مطولين وشي ما تبدل، it might be symptoms of some kind of depression. So verify، امشي زادا شوف a professional ولا شوف help online that is targeted for symptoms of depression. عندي 4 tips ليكم انا طبقتهم وجربتهم باش نجمت نخرج من المنتل روت. اول حاجه give yourself permission to take a break. What؟ مزنا كي كنا نحكيو على كيفاش you need to be productive وتوا قاعده تقولي لازمني I take a break. Yes, listen to me. خليني نفسرلك. نحبك تركز مع كلمة permission. علاش؟ سبب من الأسباب اللي ندخلوا في mental rut هو لفات أنه بدنك بالحق تعب. We are constantly in a stressed state. تبدأ لازم تخم في قرايتك، خدمتك وشي. ديما we want to be productive and do things that puts pressure على مخك وبدنك. لين أستخدمه بالحق it needs a break of everything. أنا مثلا مدة شهرين نتفرج في السيريات والأنيمي وما نعم في حتى شيء. Literally nothing. وأو ميم تان مانيش قادة نستمتع بيهم. Just قادة نكونسومي. In the back of my mind حاسب بالذنب وفيد على روحي how I'm not being productive. So I didn't give myself permission to take a break. ما نجمت نخرج من الحالة هذيك كان كي استوعبت اللي مستحقة نرتاح. I stopped feeling guilty. كي حتى كنت فرش في حاجة وحتى كي ما نعمل حتى شيء. I just enjoy it. Do the same. أعطي روحك vacation. تاني حاجة talk to someone who inspires you. ألقى أكل عبد كي تحكي معاه تخرج من الكونفرساسيون هك. عندك أفكار موتيفاسيون باش تخدم تبدا ناشط على الآخر دو فاسون تبدا تخرج من الكونفرساسيون تلقى روحك مشي تعمل في حكاية. قيت العباد هذو وكل ما نحكي معاهم I feel tempted to do things with repetition. تلقى روحك ملي كنت تلقى عندك موتيفاسيون صغيرة متاع نص ساعة خدمة تولي متاع ساعة بعد تولي متاع نهار كامل وبعد تولي ترجع بشوي بشوي you do plannings and you do goal settings وحاجات هذيكم الكل thanks to those conversations. ثالث حاجة The Do Something Principle by Mark Manson. يقول أنه في عوض وقت تستنى في الانسبيراسيون والوحي بش يجيك بش تبدأ تخدم It's better to start with small actions. They will trigger other actions bigger and bigger and bigger with time. من الأول قلت زعمة بش تخطف هذي but it actually worked. بديت كي نحس روحي قلقة وبش نبدأ كي مؤخرة كي وتشد الفرش ومنام حتى شيء نقول نو نقوم نمشي ندوش نمشي ننظف بيتي نلقى روحي في هكا a flow of doing things. نمشي نقول هاي تعرف كيفاش هاي نمشي نعمل حاجة أخرى تو حل الأورديناتور ونحط نخدم شوية رغم إني ما نقعدش برشا نخدم فيها الحاجة هذيك أما I started وبالوقت نلقى روحي بديت نرجع للريتم متاعي نتاع قبل نلقى روحي رجعت I do plannings I do videos and the result is this small actions will lead to bigger ones. ورابع حاجة اللي باش تحسوها سامبل على الاخر but والله عاونتني مش نورمال الخروج. كونفينمون من الحاجات اللي خلاوني ندخل في المنتل روت هذاك. الحسرة في الدار هبلتني وانا ام شور برشا فيكم في السيتواسيون هذه وبسبب من الاسباب يحسوا في روحهم.
فاشلين على الاخر. جات بيريود وليت نخرج برشا صباح بكري في رمضان انا وخويا نخرجوا نتمشاو نتمشاو كي نقول نتمشاو راه نعملوا ساعتين دنيا فارغه هدوء تام. It was amazing. نروح للدار so refreshed وناشطة نحط نخدم حاجه الخروج والمشي اللي فات انا دورت الدم بالحق عاوني مونتالمون على الاخر. That's it. هذوكم هما my tips. Really? هذيك هي معناتها الاربع حاجات هذوم هذوكم هما اللي خرجوك من المنتل رات نتاعك. Yes. هذيك هي اللي عاوني. اما it took time. ما همش magical tips that will take you out of this mental rut in a day. لا. لازم على الاقل جمعة كاملة وانت تطبق فيهم شوية بشوية بشوية. انا بيرسونيلمون قعدت على الاقل جمعة ونص جمعتين وانا نعمل الحاجات هذوم لين رجعت لقيت الريتم نتاعي. And it was progressive. كل مرة نزيد نقوي. Give yourself some time. ما تزربش روحك. Don't be too stressed. راو ستريس it will only make things worse. Thank you for watching. If you like the video don't forget to leave a thumbs up. Subscribe if you aren't already. And I will see you in the next video. Bye.